هذا اليوم. كل الأخبار اجتمعت هنا. اجتمعت هنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا، وإلى قضية هذا العدد. بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ذكر أنه تم ضبط 407 حالات غش في مجموع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. إذن هذا هو موضوع قضية العدد ضمن سوس هذا اليوم. معي عبر الهاتف الأستاذ الكبير الدادسي، أستاذ تعليم ثانوي تأهيلي وباحث تربوي. أستاذ دادسي مساء الخير. مساء النور أستاذ عمر، ومساء النور لمستمعي إذاعة راديو بليس. أستاذ دادسي، بخصوص هذه الظاهرة ديال الغش في الامتحانات، وبطبيعة الحال خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع الماضي، يعني واكبنا يعني هذه امتحانات ديال البكالوريا، وطبيعة الحال ظاهرة ديال الغش باقي مازال قائمة ومستفحلة بشكل كبير، رغم يعني احتياطات اللي كتقوم بها وزارة التعليم وزارة التربية الوطنية. هذا الرقم ربما غنبدا معك أستاذ دادسي، بخصوص هذا الرقم ديال 407 حالات غش في الاختبارات ديال الدورة العادية لامتحان البكالوريا، شنو قراءتكم لهذا الرقم؟ أخي عمري، فيما يخص الرقم أقول بأنه رقم غير حقيقي بمقارنة مع الظاهرة ومع الواقع. العدد ديال الحالات المضبوطة فقط هو الحالات التي وصل فيها سيل الزوبة والتي تجاوز فيها التلاميذ ربما الحد الأقصى. أما الغش إذا عرفناه باعتبار هو محاولة أو نقل أو استعمال معلومة، فالظاهرة تكاد تكون عامة عند معظم التلاميذ، وبالتالي فهي ظاهرة أصبحت هي وهو جزء من ظاهرة المجتمع. فالمجتمع المغربي هو مجتمع اللي أصبحت فيه ظاهرة الغش ربما ينظر إليها على أنها عادي، وأصبحنا الكثيرين من الناس يسعون إلى تبرير الظاهرة وإلى البحث لها عن مبررات باعتبار أنها ليس جريمة أو جناية، وليس هناك وجود ضحايا، ولا يخسر فيها مال، وليس فيها جرحى أو قتل أو ذلك. ربما سنناقش من خلال الظاهرة. أما الرقم فهو رقم دائما تطلعون الوزارة بأرقام لا تعكس الحقيقة، لأن الأستاذ دائما ما يحضر الجانب التربوي ويحضر الجانب الأخلاقي في المهنة، فقلما يسعى إلى الجزر وإلى معاقبة التلميذ. لذلك فالرقم هو رقم فقط ديال الحالات التي قلت تم مبالغة، والحالات التي ربما تجاوز فيها التلميذ المدى أو الحد المسموح به. نعم. طيب أستاذ دادسي، يعني كنعرف مجموعة من التلاميذ اللي اجتازوا امتحان ديال البكالوريا في هاد السنة، وحاولت نجلس معهم نتحدث معهم حول كيفاش مرت الأجواء ديال الامتحانات، فالوصف ديالهم لهاد الامتحانات يعني صراحة يعني كنسمع لهم وكيعاودوا لي بعض الحالات ديال الغش وطرق الغش اللي ولا يعني كان في السابق، ربما في السابق كان القسم اللي كيكون فيه اللي كيجازوا امتحان كنلقى واحد يعني شخص او لا جوج هما اللي كيشوفوا امتحان. الان القسم كله كيقول ان القسم كله بدون استثناء كل شيء يعني كيجبد يعني الاوراق باش كينقال الاغلب، يعني احد هذه الحاله اللي وصلت لها المؤسسه التعليميه، شنو اسباب ديالها؟ نعم شكرا أستاذي. فيما يخص أسباب الغش فالأسباب كثيرة ومتنوعة. أقول بخلاصة موجزة أن المجتمع يكاد يعيش واحد الحالة من لا معيارية، واحد الحالة من الأنومية، يعني فقط انعدام القانون، انعدام الثقة، حالة من الشك، من الاضطراب، من اختلال النظام، من اختلال شخصية التلميذ، انهيار المعايير الاجتماعية وفي ضبط التماسك الاجتماعي. فعندما يعم الغش وتفقد القوانين لا يصبح مصدر تحكم السلوك. فيما يخص السؤال ديالك المتعلق بأسباب الغش فالأسباب كثيرة ومتنوعة، من بينها ما هو ذاتي مرتبط بالتلميذ، ومنها ما هو قانوني فيما يخص غياب الزجر وتهور المدرسة وترسيخ قناعات لدى الطلبة. فالمدرسة قليل من الأساتذة من يسعون إلى تطبيق القانون، والمدرسة قلما تسعى إلى تطبيق القانون. فحتى عندما يتحكم في المدرسة مثلا معيار ترتيب أو معيار نسبة النجاح، فقد تجد المدرسة أو الإدارة تسمح بتجاوزات بسيطة وغير ذلك. أيضا حتى في مسألة التعليم، ففرض التعليم وجعل جميع التلاميذ يجلسون للامتحانات، فطبعا لن يكون جميع التلاميذ مؤهلون لتأهيل الامتحانات. إذا المناهج الأخرى لها دورها الأساسي فيما يخص أسباب، فكثيرة هي مناهج التي تركز على الكم ولا تركز على الكيف،
التركيز على الحفظ وعلى الاستظهار وعلى وذلك، وقلما وجدنا امتحانات تسعى إلى البحث عن المهارة أو تسعى إلى البحث عن تقنية أو تسعى إلى البحث عن الجانب المنهجي. بعد المناهج عن الواقع، فمعظم تعليمنا هو سجين داخل القاعة والتعليم ديالنا غالبا ما نتركه في القسم عنده ونقفل عليه ونغادر، فلا علاقة للتعليم بالواقع، خاصة أيضا التركيز على الجانب المعلوماتي، التركيز على الجانب الأدبي أكثر من الجانب العلمي. أيضا حتى الأسر لها دورها، فالأسرة غالبا ما ترغب في أن يجعل أن يحصل أبناؤها على معدلات عالية، وطبعا المقاربة الاجتماعية قل ما يدخل فيها الجانب ديال تفكك العائلة أو لا العلاقة بالوسط الاجتماعي مثل الغنى أو الفقر وذلك. فالظاهرة ظاهرة عامة ينقل الغني مثل ما ينقل الفقير. إذا العصر أيضا له دوره، فعصر الصورة وعصر ذلك، وحتى الجانب القانوني، فنحن الآن نتعامل بقانون 58 و58 وضع أكيد عندما كان عدد التلاميذ في المغرب لا يتجاوز بعض المئات. نحن الآن في ما يفوق من 300 ألف تلميذ لجدد البكالوريا هذه السنة. إذا فالأسباب كثيرة، الانفتاح، فعندما تتواجد ثقافات متفرعية كثيرة في المجتمع تتاح الفرصة أكثر للتسامح وتتاح فرصة أكثر للسلوك المنحرف ويتسع هامش تجاوز عند الفرد المنحرف أيضا. إذا فالأسباب كثيرة ومتنوعة، منها ما هو ذاتي، منها ما هو اجتماعي، منها ما هو قانوني، منها ما هو نفسي، منها ما هو تربوي. إذا فالأسباب عندما نتكلم عن هذه الظاهرة نتكلم عن مشكلة بنيوية، لأن أيضا الغش ليس منحصرا داخل القاعة وأيام الفرد، فالغش موجود في الرشوة وموجود في المجتمع وموجود في البيع والشراء وموجود في العلاقات الاجتماعية وموجود في الزواج وموجود، فكثيرة هي مظاهر الغش. نعم. وبالتالي فالتلميذ أصبح لديه قناعة بأن الغش هو جزء عادي وسلوك عادي داخل المجتمع. نعم أستاذ نعم. الآن أصبحنا نجد كثير من الناس يبررون الغش ويبحثون له عن مبررات. إذا المتورطون فيه كثيرون، من يزاوله الذي هو التلميذ، من يشجع عليه ومن يسهل القيام به. وطبعا والغريب هو أن كثير من الناس يحاربون الغش ولكنهم يشجعون عليه أو يتهاونون في جذره أو محاربته. نعم. وكثير من الأساتذة أو رجال القانون أو غير ذلك الذين يحاربون الغش نظريا تجد لهم محلات للطبع والنسخ هي المسؤولة عن تفشي ظاهرات النقل أو غير ذلك. نعم. كما أن حتى القوانين وضعت في 58 كما قلت، ولكن القانون 58 أو بعض المذكرات لديك مذكرة وزارية صادرة في 88 أو 89 أو غير ذلك، وبعض القصاصات أو بعض التوجيهات الإضافية التي تخرج من حين لآخر طبعا بقى عامة ولا تواكب التطور. فالغش لم يعود منحصرا على تلك الطريقة العادية أن يحضر معه التلميذ ورقة صغيرة أو يحضر معه كتاب أو أن ينقل من صديقه أو غير ذلك. لأن أصبحنا الآن أمام تكنولوجيا، تقنيات أمام الآن حديثة، يتخذ صورة ويرسله عبر بلوتوث أو عبر صورة سماس أو عبر MMS إلى صديق آخر موجود في غرفة مجهزة بالحواسي، ويبحث له في جوجل أو يبحث له في الانترنت ويجبه ربما يتدخل فيها أطراف أساتذة أو إداريون أو غير ذلك. نعم. إذن فالأسباب أسباب كثيرة ومتنوعة ومتعددة. نعم. ويصعب تسييجها ما لم تساهم الأطراف كلها، الأسرة والمجتمع غير ذلك. نعم. طيب أمام هذه الحالة، هذه الظاهرة التي في حالة الغش في الامتحانات، ما سبيل ولا بغينا نشوفوا يعني الحلول، يعني شنو من الحلول اللي ممكن أننا على الأقل نخفضوا من هاد الحالة هذه، وأيضا باش نرجعوا المصداقية لشهادة البكالوريا؟ نعم سيدي الجليل، ظاهرة الغش فعلا أثرت كثيرا على مصداقية شواهدنا، وبل حتى لأن الغش لا يتطبقت بالنقل وبالغش في داخل القاعة، فنجد الغش في ظهور الشواهد أحيانا. فكثير من الأطور والمؤطرون الذين يدعون أن لديهم شواهد وهم مجرد شواهد مزورة. إذا فالغش ليس فقط نقل التلميذ أو رغبته في الحصول على جواب موجز أو غير ذلك. إذا بالنسبة للحلول، فالحلول ينبغي أن تتضافر فيها جميع الجهود، الجهود من جهة الأسرة على تربية الأجيال على مفهوم الاحترام، على تربية الحقوق، أن نعلم الطفل بأنه لا ينبغي أن يأخذ حق غيره، ينبغي تعاون الأسرة والمدرسة للتغلب على الظاهرة، المدرسة هي الأخرى ينبغي أن تلعب دورها وأن تحمل مسؤوليتها، ينبغي تكوين لجن للحيطة، لجن للوقاية، ينبغي التذكير دائما وإحساس، والمدرسة أيضا تعيد المذكرات وتعيد ذلك الجوانب النفسية والسوسيولوجية للتلميذ، وسائل الإعلام، وأنتم مدعوون ونشكركم على هذه الحصة. فالإعلام له دور أساسي في محاربة ظاهرة الغش، والإعلام يعتبر أداة فعالة لمحاربة هذه الظاهرة،
وطبعا المغرب الان هذا الحراك الاجتماعي وهذا الحراك الاعلامي اللي كيعرفوا طبعا قلما وجدنا قنوات تركز على هذه الظاهره، رغم اننا نتوفر الان في المغرب على قناه المعرفه القناه الرابعه، فقلما نتابعها من حين لاخر، قلما وجدت فيها حصصا حول الجانب الاخلاقي حول الجانب القيمي. هذا المجتمع المدني أستاذ ينبغي أن يلعب دوره الأساسي، جمعيات الآباء، جمعيات المجتمع المدني، لذلك ينبغي إعادة النظر في البرامج وفي أساليب التقويم. فالامتحانات التي تركز على الاستظهار وتركز على الحفظ وتركز على نقل المعلومة، لو التجأنا إلى طريقة التقويم تركز على المهارة وتركيز على الوثائق وتركيز على الخطابات وتركيز ليس فقط المعلومات، ربما نقلل من هذه الظاهرة. طيب جميع المذكرات من عندنا في المغرب أيضا تراكم، رغم أن الظاهرة قديمة 58، لكن كاين القانون الجنائي في دليل فيه مجموعة من الفصول تحارب الظاهرة في الفرع الجنائية، أيضا في داخل النظام التعليمي لدينا مذكرات كثيرة تدور من حين لآخر ينبغي تفعيلها وينبغي تطبيقها. كنشكرك على مشاركة معنا أستاذ الكبير دادسي، أستاذ تعليم الثانوي التأهيلي وباحث التربوي. هكذا مستمعينا الأعزاء لنهاية هذا العدد، وقد تابعنا فيه الغش في الامتحانات ظاهرة قديمة جديدة بالمؤسسة التعليمية بالمغرب، أسبابه ومسبيل لإعادة المصداق للشواهد المدرسية أمام سيف حال هكذا ظاهرة. شكرا لحسن المتابعة، لكم تحيات سعيد الرودي في الإخراج والهندسة الصوتية، وهذا سعيد العمر يحييكم، إلى اللقاء.